مضت ساعات الهدنة، لا الحرب هدأت ولا استرخى المحاربون ولا شبع الجياع. هدنة كسابقتها الخمس يعلن عنها المبعوث الأممي ويقر بالتزام جميع الأطراف، ولا يلتزم إلا مؤمن بشرعية الأمم المتحدة وأحقية السلام. لا ثمر للهدنة على صعيد المساعدات الإنسانية التي تم الحديث عنها، خصوصا أن 72 ساعة غير كافية لإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة، لكنها ربما تكفي لإعادة التموضعات العسكرية والتقاط أنفاس المحاربين المنهكة. يتساءل مراقبون عن قيمة هدنة قصيرة غير فاعلة على الصعيد العسكري أو حتى على الصعيد الإنساني، إلا ما يراه المبعوث الأممي من تحسن للوضع الأمني، رغم ما ترد من تقارير على الأرض تؤكد استمرار وقوع الانتهاكات. رغم جهود الخارجية الأمريكية المعلنة بإقناع ميليشيا الحوثي باحترام وقف إطلاق النار، ورغم الاتفاق المتضمن التزامات بالوصول بدون إعاقات للإمدادات والعاملين في مجال الإغاثة لجميع أنحاء اليمن، إلا أنه لم يسجل أي تحسن ملحوظ في مجال وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة بالميليشيا. الهدنة التي جاءت بناء على توصية من اللجنة الرباعية التي اجتمعت في لندن وضمن مقترح تقدم به كيري، غير أنه لا تحركات دولية تلت إعلان الهدنة بخصوص ما كان يتم الحديث عنه بمسألة الحل السياسي. تظل الهدنة استراحة لاستئناف المواجهة بين الشرعية والانقلابيين، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بحساسية المعارك التي أصبحت على تخوم صعدة وصنعاء كما يقول متابعون. فهل كانت الهدنة استرخاء مؤقتا للعودة إلى جولة جديدة من الحرب، أم أنها عبارة عن جس نبض من قبل الأطراف الدولية عن مدى التزام جانب الشرعية وقواتها التي تقف على تخوم معقل زعيم الميليشيا واستجابتها للمقترحات الدولية؟